طبيب الحالة تاعو جد مزرية في المجتمع الجزائري. الطبيب في المجتمع كله، في المجتمع الجزائري، ونظرة الناس إليه النظرة خاصة نوعا ما، ما يشوفوا فيه لباس به، يشوفوا فيه باللي يكون يعيطوا له 3 تاع الصباح يروحوا يطبطبوا عليه، جارهم لازم هو لازم ينوض، لازم يروح يشوف الحالة ويطلع معه للمستشفى. قاعد نقول لك هذه اسمها بعض من الواقع، وهذه الناس حنا نديروها بكل يعني إنسانية، يعني ما نقول لكش هكا معناتها ما يجيوش يطبطبوا علينا، ولكن قاعد نقول لك من اللي باللي الطبيب في الوضعية تاعو في المجتمع الجزائري هي الوضعية اجتماعية مزرية، وضعية مالية جد مزرية، يعني فوق 90% من الأطباء ما عندهمش ساكن. هذه لازمكم تحطوها في بالكم يا الشعب الجزائري، باللي الطبيب في المجتمع راهو من الطبقة الضعيفة، ما نقولكش المتوسطة، لأنه الطبيب باش هو فاتح جراح فاتح قلب إنسان، ولا طبيب في الإنعاش قاعد يرجل في الماشين مع المريض وباله مع بنو ما لقاش كل يروح يجيبه له من المسيد كما تقولوا، ولا باله مع بنته راهي عندها امتحانات وما لقاش كل يقريها باسكو راهو مناوب، ولا راهو باله مع لازم يدبر الصوارد باش يروح يكمل الدراهم لو ام بي اي هذه ولا تاع ال بي بي ولا تاع ال بي ا باسكو الصالير تاعو ما يسمحلوش باش يروح يسلك كاش. شحال متوسط الدخل الطبيب في الجزائر؟ اي فئه، كاين طبيب العام، كاين طبيب اختصاصي، كاين الاطباء الاستشفائي، ما بين 60,000 حتى 100,000 دينار جزائري. يعني هذا لا موين، هذا لك على موين 60,000 حتى 100,000 دينار جزائري، يعني اللي ما تغطيش النفقات، يعني تاع انسان قرا وكرس حياته نص من عمره من في في في, في, في طلب العلم وفي تقديم خدمات، لانه حنا يعني حنا رانا ديما اون كريتيك لي ميدسان، بصح واحد ما خمم في عدد الحالات اللي انقذناها بمجهودات جبارة وبإمكانيات جد محدودة. احنا ديما نقولوا الطبيب فيه وفيه، صح واحد ما يتفكر ويقول الطبيب اللي ساعد المريض في ليلة معينة وجا من داره هو مش مناوب وانقذ روح هذيك المرأة.